دير مع الولاعه؟ والولاعه ديال الكريه واللي كانت زوينه وكان موجود خير ورخاء، دابا ولاو طيور غاليين 150 170. السلام عليكم خويا، بخير؟ قول لي يا خويا، كاين شنابر كبار هنا ياك؟ بالنسبه خويا الشنابر شحال داير لهم؟ خويا داير لهم 40 درهم. 40 درهم، والكبار اخويا؟ الكبار ما الكبار كاين شي وحده واقيلا شي هذوك لورونج والبيض. ياك كاين انت ود كوره هنا. بالنسبه خويا الثمن ديال الكبار؟ الكبار 80 درهم. 80 درهم. الكبار فايتين خدامين؟ الكبار فايتين خدامين، لورونج والبيض فايتين خدامين. عندك شي نميره اخويا؟ شي واجه اخويا نتا الصحابر؟ شي واجه حمري فولي ما شاء الله، واخيرا بداو كيبانو ناس نتا الصحابر. كديري واقيلا الكنار اختي ياك؟ الكنار كان عندي البيروش وحيدته، البيروش شويه فيه صداع ومروش. واحد الميساج اختي بغيتي دوزيه الناس اللي كيبيعوا الزوان؟ نقولوا نقصوا علينا شويه الزوال ياك، تقارنا ياك اختي الزوال، الخل، الخوص، التفاح، بزاف بزاف كيطلع على كنار غالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اليوم يوم السبت الاخوان، غادي نتوجهوا لسوق القريعه باش نقربكم من الاشمئه ديال الطيور المتواجده في هذا السوق. اللي شاف هذا الفيديو كما العاده الاخوان يخلي لنا واحد التعليق زوين، اللي ما ابونيش في القناه يتابونا، وتحياتي للجميع والله يدير الخير. السلام عليكم. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير هانيه. هاد الاختي الاخوان من المواليع يعني المولوعات بالكنار، شحال خديتي هاد البياسه اختي؟ خديتهم 30 درهم الواحد. 30 درهم الواحد، تبارك الله عليك اختي. ولكن شنابر هادو؟ شنابر هادو غيخدموا ان شاء الله في شهر واحد ان شاء الله، هذا الشيء اللي كاين. وتبارك الله حتى اللوين، اللوين زوين نتمنى يطلع شي لون احسن من هذا. اييه اييه. عندك يعني طويرات في الدار؟ عندي. كديري واقيلا الكنار اختي ياك؟ الكنار كان عندي البيروش وحيدته، البيروش شويه فيه صداع ومروش. واحد الميساج اختي بغيتي دوزيه الناس اللي كيبيعوا الزوان؟ نقول لهم نقصوا علينا شويه الزوال. ياك تقارنا، تقارنا ياك اختي الزوال، الخل، الخوص، التفاح، بزاف بزاف اختي. كيطلع على الكنار غالي، وهذا الشيء دابا شاري ب 30 درهم. معقوله معقوله. يعني غيطلع لك الكنار كيما قلتي، الكنار رخيص ولكن الماكله ديالو شويه يعني طالع في الثمن. بزاف بزاف. راه شنو طالع، شنو طيح الثمن ديال الكنار؟ هو الثمن ديال الزوان. الزوان بغينا نقولوا لهم ييسروا شويه مع الدراري وييسروا الامور شويه، يخليوا الناس تولى تولى. يقولوا راه مسكين راه ما كيدير به والو، كيدا يحط. معقول اختي، شكرا شكرا اختي وتحياتي. ربي يخليك، الله يسر، الله يسر الامور. امين امين اختي. عارفين وما كاينش تاعي. ما شاء الله، لحد الان باقي ما سمعتش فيه تاعي صراحه. بالنسبه خويا الثمن شحال كتقول فيه؟ 2500. 2500 درهم. ما تبعتش به شي قوره هاد العام؟ ياك كي تحطوا على القوره؟ عندي كوموندات. ياك شتي علاش ما نحطوش الاخرى؟ النميره ديالك اخويا؟ 06 06 91 91 18 18 61 61 02 02. اللي بغى هذا الميسو الاخوان يتواصل مع مولاه وغيدير معاه ثمن مناسب. بالنسبه للاخطاء الاخوان راه ما سمعتش فيه حتى خطا، واللي بغى يجي يتصنت ليه وتحياتي للجميع. السلام عليكم خويا. السلام. كي داير؟ بخير. جدر ولا قرعه اخويا هذا؟ قرعه. قرعه شحال عنده خويا؟ عنده عامين. عامين ما شاء الله. بالنسبه للكلام فيه شي كلام؟ فيه شويه، المهم كلام ديال السيبري راه هو ديال السيبري. هادشي اللي كاين اخويا، قلتي اللي كاين اخويا تبارك الله عليك. بالنسبه خويا النميره اللي بغاه 06 06 78 78 64 64 42 42 80 80. واحد الرساله بغيت نوجهها للاخوان اللي هما تيعيطوا في جوج ديال الليل، ثلاثه ديال الليل، الله يرحم لكم الوالدين. راه كاين الناس اللي كتنعس كتصبح خدامه يعني كتعيط باش تسول على طير، راه لا يعقل. عيط ليه مع جوج مع ثلاثه يعني بنهار، حتى في حدود كاع 9 ديال الليل 10 ديال الليل باش عيط ليه مع جوج وثلاثه ديال الليل، راه ما يمكنش.
تحياتي خويا. شكرا. السلام عليكم. كي داير العميم؟ بخير هاني الحمد لله. صحتك لاباس؟ كي داير مع الولاعه؟ والولاعه ديال الكريا واللي كانت زوينه وكان موجود خير ورخاء. دابا ولاو الطيور غاليين 150 170 وما كيصبروش كيموتوا. الله يصوم كل واحد. الله يشافي كل مريض. اللهم امين. اللهم امين على كل واحد. الله يحفظك. شي لي الولاعه يعني تبدلات ما بين تبدلوا ياك. طير كان كبير تبارك الله بكري دابا ولا صغير. ويعني يجيب ما يجيبش معاه حتى الكلام. كان طير يعني يجيب معاه شمعان كلام في الطبيعه. كلام من الطبيعه ومن الاول كتعطيه غير الزوان والماء صافي وكيبقى. دابا كتعطيه هادي عطيه هادي بدل لي هادي والو في الاخر كيم. دابا المشكله العميم هو دوك الجدوره اللي كانوا كيحفظوا القرع وهادي ما بقاوش في الطبيعه كلهم تصيدوا. كلهم تصيدوا. هذا هو المشكل. فعلا فعلا خويا. خلوا داك الشيء ما بقاش بزاف. ايوا البرانيه راه قريبه. فعلا اخويا الله يصوم كل واحد. الله يسهل الامور. الله يحفظك اخويا. شكرا تحياتي العميم. الله يحفظك. كنشكروك اخويا وبارك الله فيك. الله يطول لك في العمر. الله يحفظك. راه بصراحه انتم اللي كتخليونا يعني زيدي لقدام في هذه الولاعه وكتحبونا لهذه الولاعه. انتم القنوات ديالكم مفيده بزاف كتعطي فوائد كتوري الناس كتنبه الناس ولله الحمد. الله يحفظك. الله يكبر فيك. الله يسهل. الله يحفظك. الله يعاونك. السلام عليكم خويا المرضي. كي داير؟ بخير هاني. صحه لاباس؟ قلت لي اخويا هادي نتيوا ديال الوطوار. ديال الوطوار. والاصل ديال اخويا بنت العش ولا جدره؟ لا بنت العش. بنت العش. ما شاء الله. وقلت لي حطت لي بيضه. وهي هذيك اللي لتحت راه هي طايحه لتحت مهرسه. الاخوان اللي بغى يجاو شي وطوار يكون مثلا كبير فلاج بغيت الله فيه. ها هي واحد نتيوا ما شاء الله عاقله واجده. بالنسبه للثمن ديالها شحال كتقول فيها اخويا؟ شي ثمن زوين ديال المشاركين ديال الناس اللي كتخدم بالوطوار. اللي بغى نتوافر لي 300 درهم غير القفز ديالها. 500 درهم. 500 درهم القفز ديالها. خويا المرضي اللي بغاها تفاهم معاه دير معاه شي ثمن زوين. بالنسبه للنمره ديالك اخويا 06 62 81 07 26. اللي بغى هاد النتوه ديال الوطواط الاخوان يعيط لمولاها وراه غيدير معاه ثمن زوين. وتحياتي للجميع. هادو بعض الوطواط ديالهم علام هما. خويا حماد اش قلتي ليا؟ العراقيين. العراقيين كيخدموا؟ كيخدموا كما عندهم موقلين وداك الشيء هما الهيد ديالهم هو الوطواط. عندهم واحد الوطواط ديالهم كيفرقوا فوليار. عندهم واحد النوع ديال الوطواط في اشكال يعني مش بحال هذا. غنسولوا الاخ جعفر على الوطواط وعلى التفرق ديال الوطواط في الفوليار. معنا الاخ جعفر. تحياتي خويا جعفر. كيدير بخير؟ على السلامه خويا. بالنسبه خويا الله يحفظك خويا الله يكبر فيك. بالنسبه للنتوى ديال الوطواط يعني يخدم يخدم يعني بحال الكنار بحال يخدم. احنا باقيين معطلين في هادشي ياك اخويا. الناس سبقين العرب سبقونا بزاف يعني فرخنا جميع الطيور الا الوطواط والحداد يعني ما خدمناش عليهم. لا خويا ما عرفتش علاش معطلين. كاينين موالي قدام في الموقنين وباقي داكشي معطل. باقي الواحدين مع الموقنين باقي الواحدين معاه. الوطواط يخدم تاهو. يعني عطاو اهتمام للموقنين وخلاو الوطواط والحداد وما جواره. الوطواط كيخدم وزوين الخدم. ياك. غادي صافي غادي يبعدوا من الطبيعه. فعلا. صافي غاترتاح. غاتخدم الوطواط في القفص غيولي قفزاوي بحال الكنار ولي ديال القفص. هذاك المشكل ديال الضمير لان كيبقى الضمير ديالهم انب وراه شديت عليه راه قلتو غيتحي. فعلا. تشري وطوار قفزاوي. ود القفز. واد زاد في القفز وجدو زاد في القفز وود زاد في القفز. وغادي نكثروا حتى من الانتاج ديالو بحالو بحال الكار. غيولي ديال القفز غتولي واحد السلاله نقيه. لا في الكلام ديالها لا في العبوليه. صح. ما بقاش التفرويط ما غتبقاش غتطور. شكرا خويا جعفر تحياتي الله يحفظك. هذا خويا ديال مولاه عفوا دابعاك هذيك الشجره بحكوك وخليه ما تعطيه الله. ياك الله يحفظك. السلام عليكم خويا المرضي بخير. الله يحفظك خويا الله يبارك. قلتي لي هذا يلاه خديشي. الله يخديش واخا. شحال خديشي اخويا الثمن؟ خديشو 220 اخويا. 220 هذا غيكون ضارب تقريبا واحد شهرين ولا شهرين ونص. هذا الشيء اللي قال لي مولاه. ياك اخويا. هذا خويا راه طيب يعني عطيه شويه ديال الدفا وغادي يسوس اوتوماتيكمون وان شاء الله واحد شهر ونص ولا شهرين يبان لك حمر ان شاء الله. غتعطيه شي حفاضه ضروري اخويا ضروري. ما قالش لك المرقد منين؟ قال لي اخويا صويره. صويره. الا كان المرقد صويره راه جيب معاه الكلام. يعني تقدر ما تعطيه والو يجيب معاه الكلام. عاد
عنده كلشي ان شاء الله. اييه المهم الطوير ديالك غيبقى موثق في القناه حتى يحمر ودخل شوفو ان شاء الله. والله يسخر لك اخويا، تحياتي. الله يحفظك. السلام عليكم خويا، بخير؟ قول لي اخويا، كاين شنابر وكبار هنا ياك؟ بالنسبه خويا الشنابر شحال داير لهم؟ خويا داير لهم 40 درهم. 40 درهم والكبار اخويا؟ الكبار ما الكبار كاين شي وحده واقيلا شي جوج، هذيك الاورونج والبيض. ياك كاين تشاود كوره هنايا. بالنسبه خويا الثمن ديال الكبار؟ الكبار اخويا 80 درهم. 80 درهم. الكبار فايتين خدامين؟ اه الكبار فايتين خدامين، الاورونج والبيض فايتين خدامين. عندك شي نمير اخويا؟ النمر ديالك؟ ايوا مرحبا. 061 98 52 52 97 09. شكرا خويا، بارك الله فيك. لا بالك، مرحبا. انا كون باليا خويا حماد. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله، هذو انتواج اخويا نص الصحامر. انتواج حمري فولي. ما شاء الله، واخيرا بداو كيبانوا نص الصحامر. اخيرا. ما شاء الله. كانوا كيدخلوا شهر 7. ويا اخويا هذا العام اخويا ما خلاوهاش اخويا حتى حمرات. ما خلاوهاش، واش لاحظتي هذه القضية؟ هنا خلاوها حتى حمرات وهادي. هادو راه ماشي ديال الخلا. هادو راه حمرات ديال. قول لي ديال الفوليير. ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبة لهادو خويا باغي تبيعهم؟ نبيعهم. الثمن غيكون ثمن مناسب. 80 درهم. 80 درهم. 40 شهرين ونص الفوليير. الاخوان كيف ما كتشوفوا ثمن، ثمن مناسب عند الاخ حمادة. ما غيشير عليكم يقول لكم 100 درهم 130 درهم. اعطينا خويا النميره ديالك اخويا حماد. بصراحه انا عجبوني والله العظيم. 06 20 20 20 78 78 99. تحياتي اخويا حماد. الشمر كيكونوا اهالين الخدمه احسن من الجدور، احسن من الجدران. معقول معقول. علاش؟ حيت كيكونوا ديجا هما عارفين الطبيعه. وتشوف الماكله واكلين داك الشيء، الشوك والماكله ديال والديهم مزيان. اييه طايرين مع والديهم، عارفين الدوره ديال. المهم هادو مكتسبين المناعه من الطبيعه. مكتسبين المناعه معلم. كاين كتدخل لهم كيتحيد منهم واحد شويه ديال الخوف. اييه وكتخدم بهم. انا كدوي على نصاص حمر، اما هادو دخلوا قرعات، هادو محمرين في الفولي. تحياتي خويا حماد، الله يكبر بك اخويا. الله يحفظك. انا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله، حدا حد ما شاء الله. كيقول 50 درهم ديال القنيفره، مرقد زوين تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله الاخوان. غدا ان شاء الله كاينين هنا ولاد وكاينين جدوره. قد مع قد مع قد مع حسب لي حسب لي 40 حسب لي 40 حسب لي 40 شوف شوف يحسبك 40 يحسبك 40 وقد مع. انا عطيتك 40 كيف حال القصور؟ سير سير. شوف لي هذاك اللي قلت خويا حسن. خويا عزيز كيدير بخير؟ الحمد لله. قول لي اخويا حسن، جدر ولا قرع ابوك؟ جدر عنده عام ونص. جدر عنده عام ونص. الاخ حسن راه دائما عنده السلعه مبدله، يعني السلعه اللي كتلقاها عنده اليوم ما كتلقاهاش عنده غدا، يعني مول مليح باع وراح. تحياتي اخويا حسن. قول لي اخويا هذا شحال عنده؟ عنده عام ونص. عام ونص. خارج الكلام اخويا حسن. كيتكلم. ثمن؟ ثمن 550. واللي بغاه مازال تقاد من تما لتما. وعندنا واحد الشعار اخويا حسن، اللي بغى شي حاجه يجي تسمع. مرحبا. حيت كاين شحال من واحد كياخذ شي طير ساكت، يعني دير 250 300 درهم وكيتباع بالثمن. لا كاين كاين هاد القضيه اخويا، كاين كيديروها شي وحدين سامحهم الله. مادام اخويا عزيز كنقول لك الثمن 550 500 600. اييه دونك راه الطير انا كنكون سامح. مرحبا اخويا حسن. وهذا اخويا حسن؟ هذا قرا عنده عامين. قرا عنده عامين. كيبان لي المخلب ديالو باقي كحل، يعني كلم. بالنسبة للثمن اخويا حسن 600 درهم. مرحبا. يلا اخويا النميرة ديالك 06 51 73 94 19. النميرة ديال البوليس. تحياتي خويا. السلام عليكم. كي داير بخير؟ هاني كي داير مع الولا؟ حنا غاديين مع الصحراء.
كتفرج في القناه ديالي ياك. الله يحفظك الله يكبر بك. قول لي جيتي هنا للسوق تاخذ شي طوير؟ اه كنت داولت شي مع السوق. كدير مقنين شي واقيلا ياك؟ مزيان مزيان تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ولكن نوصيك على القرايه، القرايه هي اول حاجه، يعني خاصك تخليها من الاوائل. ولولا عارك عارف لولا عا كتبقى يعني شي حاجه رمزيه. ايوا ياك. شكرا شكرا وتحياتي وبارك الله فيك. بحال هاد وليدات الاخوان خصنا نشجعوهم على يعني على الولاعه، بدل يعني ما يلتجؤوا لشي حاجه اللي هي خايبه. وتبارك الله عليك ولدي وشكرا تحياتي. السلام عليكم خويا احمد، بك لاباس عليك؟ قريع اخويا قلتي لي عنده عامين مكلم ما شاء الله. بالنسبه للثمن شحال كتقول؟ 700 درهم. واللي بغا يدير مع الثمن زوين مرحبا ويجي تي يسمعوا. بالنسبه للنمره اخويا احمد 06 01 17 25 64. تحياتي اخويا احمد الله يحفظك. يلا فيهم. اي ادريس كيدير بخير؟ تاخذناك اخويا فهاد الصوت. مرحبا اخويا. كنا واحد الجيف اخويا توترنا واحد الشويه. ارتاحيتي شويه بعدا؟ والله الا بخير. ديت معاك الولاعه بعدا واخا خرجت شي كونجي؟ لا ما ديتش مع الولاعه. يعني خليتي الولاعه. وشكون اللي حاضر لك الطويرات اخويا؟ المهم صافي مزيان اخويا. كيدير انت مزيان؟ بخير. هاني كيدير مع الجمعيه ديالك؟ بخير الحمد لله. ايوا كاين شي باقي دابا تلعب مزيان هادي كون ياك اخويا. بالنسبه للقرعه اللي خارجين هاد العام وهادي ما كاين حتى شي كونكور اللي ما حتى شي حاجه ياك. القرعه باقي ما خارجينش. كاين اللي باقي كيحفظ. كلشي باقي كيطبع دابا. كلشي باقي حمار هادشي طير باقي كاع ما تسمع باقي هذا كيتصوت لي يلاه كيبغي. الف ريال تحياتي. تبارك الله عليك اخويا الله يحفظك. الله يكبر فيك اخويا. اش كتقول للمشتركين ديال القناه؟ خوت كلشي ديالو بارطاج. تحيه ليكم من طنجه الكويره وتهلاو لي خويا عزيز الله يحفظك. كلشي تهلاو به تهلاو به باي حاجه ما عارفين اش غديروا. وحتى انا غادي نطلب هاد الاخوان دي يعني المشتركين ديال القناه يدخلوا عند الاخ الادريسي اللي هي قناه معك حتى توصل. معك حتى توصل. تحياتي خويا. نديروا شي مسابقه علاه؟ علاش لا؟ شوفوا شوفوا الاخوان غنوصل 10000. اييه غنوصل 10000. اييه غندير قرعه ليكم جوج تاع الناس غيجيو يعزوا من هاد الكاجوات ياك. 10000 متابع. غنلقاو ديك الساعه البرانيه. غنلقاو البرانيه العام الجاي ولا غناخذوهم ونحمروهم ونعطيوهم شي واحد. مرحبا. الوقت اللي غيوصلوا غنعطيوهم شي واحد. تبارك الله عليك اخويا. مرحبا بزاف. الله يحفظك خويا الادريسي. شكرا الله يحفظك.